انا بشكر الحقيقه كابتن محمود الخطيب، بشكر كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الشكل الرائع اللي ظهر به هذا المؤتمر. كم ناس كابتن محمود الخطيب اتكلم عنهم في كل حاجه، اتكلم عن وليد مبروك رئيس اللجان العليا، اتكلم عن الحاج محمد يوسف شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، اتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ، اتكلم عن بيتسو موسيماني، اتكلم عن كابتن ثابت البطل الله يرحمه، اتكلم على ناس كتيره جدا. ولكن يظل دائما خلال 3 سنوات ونصف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي الاهلي ونائب رئيس شركه استادات الوطنيه، الحقيقه له مقدار خاص وله وضع معين خلال 3 سنوات ونصف. للناس القريبه من النادي الاهلي عارفين ان هذا الرجل محمد مرجان عمل شغل رائع جدا 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 داخل النادي الاهلي خلال 3 سنوات ونصف كان متواجد فيهم. اصعب 3 سنوات الحقيقه ونص عدوا على النادي الاهلي لاشياء كثيره جدا جدا جدا، حروب على النادي الاهلي من كل حته، أمور كثيرة جدا جدا كانت بتحصل، كان دائما بيتصدى ليها العميد محمد مرجان، وده مش كلامي الحقيقة، ولكن كلام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب.